السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. اليوم راح نتكلم عن 10 ألعاب تخلينا نشتري البلاي ستيشن 5 وإحنا مغمضين. في المركز العاشر جود فول، لعبة الأكشن RPG من تطوير فريق كانتر بلاي جيمز ونشر جير بوكس المعروفين بتطوير لعبة بوردرلاندز. أحداث اللعبة خيالية وفي عوالم منقسمة مثل عالم النار، الماء وعالم الرياح. اللاعب بيتحكم بفارس مهمته هو إيقاف كارثة كبيرة، واللاعب بيقدر يختار من بين 3 كلاسات مختلفة. اللعبة راح تدعم اللعب الفردي والجماعي حتى 3 لاعبين. اللعبة وصفها مطورينها باسم اللوتر سلاشر. راح تلعب فيها بمهمات مختلفة وبتقعد تجمع دروع وأسلحة وغنائم، لكن التركيز بيكون بالقتال عن قرب مثل استعمال السيوف. احتمالية تواجد هذه اللعبة بتكون 100% لأنهم كشفوا عنها رسميا السنة الماضية، وهي تعتبر أول لعبة بلاي ستيشن 5 تم الإعلان عنها رسميا. في المركز التاسع ايب اسكيب، هذه السلسلة بدأت مشوارها مع البلاي ستيشن 1 وكانت أول لعبة تستعمل عصيان التحكم على يد البلاي ستيشن 1 الدول شك. بعدها اللعبة صار لها شعبية وكانت فيها أفكار ذكية ومختلفة عن باقي الألعاب إلى هذا اليوم، وهي لعبة منصات تعطيك أدوات مختلفة لازم تستعملهم حتى تقدر تصيد القرود. كل مرحلة مصممة بشكل ذكي تخليك تستغل أدواتك وتلاحق القرود بشكل مرة ممتع. آخر جزء لها نزل على البلاي ستيشن 3 وكان شيء جانبي تستعمل فيه يد البلاي ستيشن موف. فريق سوني اليابان له فترة طويلة ما رجع لهذه السلسلة، لكنهم قدموا ألعاب منصات مميزة مثل أستروبوت. ودنا نشوف فريق تطوير سوني اليابان يرجعون لها مرة ثانية على البلاي ستيشن 5، لكن بعد سحبتهم الطويلة احتمالية بأننا نشوف جزء جديد لها بحسب توقعاتنا هي 30%. في المركز الثامن راتشت اند كلانك، فريق انسومنيا قبل ما يقدم لنا أفضل لعبة سبايدر مان كان عندهم هذه السلسلة الجميلة اللي بطلها اللوم باكس راتشت ومساعده الروبوت كلانك. لعبة المنصات هذه اسمها ما تقدر تذكره بدون ما يجي في بالك أجهزة البلاي ستيشن، وكل أجزاء هذه السلسلة من أيام البلاي ستيشن 2، وهي مميزة من تصاميم شخصياتها إلى الكواكب المختلفة اللي تزورها وتشوف فيها تصاميم مبهرة. برضو الإبداع المبهر اللي نشوفه في الأسلحة مع كل جزء جديد، مثل المسدس اللي يحول الأعداء إلى دجاج، ولا القنبلة اللي ترميها تخلي الأعداء يرقصون، ولا الروبوت الصغير اللي اسمه مستر زوركان اللي يقعد يطقطق عليك ويطقطق على الوحوش اللي يطلعون لك. آخر جزء لهذه السلسلة كان على البلاي ستيشن 4 وكان يعتبر زي الريبوت لها، والآن سوني تملك استوديو انسومنياك، فهذا يخلينا نشوف احتمالية نشوف جزء جديد لهذه السلسلة على البلاي ستيشن 5 هو 70%. في المركز السابع ديمون سولز ريماسترد، لعبة الأكشن RPG الأكثر تأثيراً في جيل البلاي ستيشن 3. شريحة كبيرة من الناس كان ودهم يشوفون نسخة محسنة للعبة على الجيل الحالي، لكن بعد ستار بلاد بورن، دارك سولز 3 وسيكيرو من فريق فروم سوفتوير الكثير بدأ يفقد الأمل. لكن فريق بلو بوينت المعروف في العمل على ريماسترات فخمة لهم فترة يلمحون بأنهم جالسين يضبطون لنا لعبة أكشن خيالية، والكثير من اللاعبين يتوقعون بأنها ديمون سولز. والآن الجيل الحالي قرب ينتهي، ودنا نشوف الريماستر على البلاي ستيشن 5، ففي احتمالية بنسبة 50% بأنه راح ينزل عليه، لكن ممكن برضو ينزل على البلاي ستيشن 4 لأن لهم فترة يشتغلون على هذا الريماستر اللي الكل وده يكون ديمون سولز. في المركز السادس سايلنت هيل، من قبل ما يترك كوجيما كونامي وكل اللاعبين كانوا متعطشين للجزء الجديد من سايلنت هيلز، ولما كوجيما نزل PT وبان للناس انها لعبة سايلنت هيل الكل تحمس، لكن سرعان ما راح الحماس لما عرفنا المشروع تكنسل مع خروج كوجيما. والان كل ما قربنا لموعد صدور البلاي ستيشن 5 يطلع لنا اشاعات ومعلومات بان كونامي جالسة تطور جزء جديد من سايلنت هيل وراح يكون حصري على جهاز البلاي ستيشن 5، لان كل من سوني وكونامي يطورون هذا الجزء الجديد مع بعض، ومخرج هذا الجزء بيكون نفس المخرج اللي اعطانا لعبتين جرافيتي رش. طبعا كل هذا الكلام غير رسمي، لكن الأشخاص اللي هربوا هذه الإشاعات موثوق فيهم ونسبة كبيرة من كلامهم يطلع صح، لكن برأينا احتمالية نشوف جزء جديد للعبة سايلنت هيل على البلاي ستيشن 5 هي 50%. في المركز الخامس جوست سوشيما، لعبة الأكشن والمغامرات والتخفي بالمنظور الثالث في عالم مفتوح ضخم ما عليه علامات تعلمك وين تروح. تلعب فيها ببطل اللعبة اسمه جن، أحد آخر ساموراي في جزيرة سوشيما خلال غزو المغول على اليابان في سنة 1270 ميلادي. إمبراطورية المغول غزت وسيطرت على كثير من الدول، والآن جزيرة سوشيما أحدهم. شخصية جن هو آخر واحد في قبيلته وجلس يتمرن ويستعمل طرق مختلفة حتى يتخلص من المغول، وراح يكتشف أساليب قتال جديدة يحرر فيها جزيرة سوشيما. في اللعبة راح تتنقل بالحصان بشكل مرة سريع، وبيكون عندك خطاف تقدر تستعمله حتى تتسلق فوق البيوت وتتسلل وتتخلص من الأعداء بكل هدوء. احتمالية تواجد هذه اللعبة على البلاي ستيشن 5 هي 70%. في المركز الرابع جراند تريزمو 7، هذه السلسلة العريقة تعتبر من أنجح ألعاب المحاكاة للسيارات، وحققت إنجازات ضخمة لسوني مع كل جزء، وعن طريقها الكثير من اللاعبين بدأوا مشوارهم الاحترافي في سباق السيارات.
طبعا سوني عودتنا مع كل جهاز جديد نشوف عليه لعبة جراند توريزمو. آخر إصدار للعبة رسومها واقعية بشكل مرعب، لدرجة لو تحط صورة لنفس السيارة في الحقيقة وجنبها صورة للسيارة في اللعبة راح تتعب حتى تبدأ تلاحظ أيهم الحقيقة وأيهم اللعبة. فتخيلوا معي كيف راح يكون الجزء السابع من السلسلة مبهر من ناحية الرسوم والواقعية في المحاكاة. طبعا توقعاتنا لتواجد الجزء الجديد من اللعبة على البلاي ستيشن 5 هي 80%. في المركز الثالث هورايزن 2. سلسلة هورايزن هي أحدث سلاسل سوني، والجزء الأول حقها حتى الآن مبهر بأفكاره ومظهره. فريق غوريلا جيمز من يومهم هم يثلون برسوم ألعابهم، لدرجة خلت كوجيما يستعمل محركهم في لعبته الأخيرة Death Stranding. لأي شخص ما قد جرب اللعبة فهي لعبة عالم مفتوح خيالية بالمستقبل البعيد، فيها الناس صاروا متخلفين تقنيا ورجعوا يسكنون بالكهوف ورجعوا على نظام القبائل القديمة، وصار العالم مليان ديناصورات روبوتية. طبعا طلع كلام بأن فريق غوريلا جيمز جالسين يطورون جزئين للعبة، ففي احتمالية تواجد اللعبة على البلاي ستيشن 5 هي 99%. في المركز الثاني مارفل سبايدر مان 2. بعد النجاح الجبار لهذه اللعبة، شركة سوني سوت الخيار الصحيح لما شرت الفريق الموهوب إنسامنياك ليطور اللعبة. ألعاب سبايدر مان كثيرة، لكن ولا واحد منهم قدرت تعطيك نفس الإحساس بالحرية اللي عطتك إياه هذه اللعبة، من الحركة في العالم إلى نظام القتال اللي صح مأخوذ بشكل كبير من ألعاب باتمان الأخيرة، لكنه أسرع وأسلس. أي شخص لعب اللعبة هذه يعرف بأن سوني لازم تنزل لها جزء جديد، فعشان كذا احتمالية نزول جزء جديد لها على البلاي ستيشن 5 هي 90%. في المركز الأول God of War 2، واحدة من أنجح سلاسل سوني إن ما كانت الأنجح. مع الإصدار الأخير توسعت شعبية اللعبة أكبر وأكبر، والكثير حب التوجه العاطفي بين كريتوس وولده وكيف علاقتهم تطورت خلال اللعبة. هذا غير رسوم اللعبة المذهلة اللي تعودنا عليها من هذه السلسلة، مع جرعة كبيرة من العنف الزائد اللي خليها لعبة God of War. كل هذه العوامل مع النهاية اللي خلت الناس مترقبين للجزء الجديد تخلي احتمالية تواجد الجزء الثاني من قصة كريتوس وولدها على البلاي ستيشن 5 توصل إلى 99%. هذه كانت 10 ألعاب تخليك تأخذ البلاي ستيشن 5 وانت مغمض. شاركونا بالتعليقات بأسماء ألعاب تبون تشوفونها على البلاي ستيشن 5. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.